وإلى جانبها ظهرت في الصورة حاوية للبضائع كما نشاهد هنا. لعلكم تتذكرون ذلك الانفجار الكبير في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وما سببه من دمار وضحايا بشكل تغيرت فيه معالم العاصمة اللبنانية، لكن الكثير منكم لا يعلم ولا يدرك ما هي المادة التي تسببت فيه. وهناك الكثير من التكهنات، لكن التفسير العلمي تجدونه في هذا الفيديو الذي يوضح المادة المستخدمة، حيث كان يخزن 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم منذ سنوات. أدى الانفجار إلى مقتل 224 شخصا وجرح 6000 آخرين وتشريد ما يقارب 300,000 شخص. ورغم أنه لا تزال الكثير من التفاصيل مجهولة مع عدم اكتمال التحقيق بعد استدام القاضي الذي تولى التحقيق بمعوقات تتعلق بالحصانات القانونية التي يتمتع بها النواب مما تسبب في عرقلة سير العدالة. لقيت تسميتها وهي هذا العرض الذي تقدمه الإعلامية لارا نبهان مذيعة قناة الحدث بناء على التحليل الكاتب والمحلل السياسي حارث سليمان يبين التفسير العلمي لأسباب الانفجار. يتضمن الفيديو أيضا المشاورات والاستشارات المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية والتي أطلق عليها حكومة المهمة المحددة قبل الاتفاق على شخص وزراء الحكومة. الطريقة اللبنانية الفريدة من معاهد العالم تشكيل الحكومة حكومة صنعت في لبنان، كتلة اللقاء الديمقراطية والتي هي برئاسة نائب تيمور جنبلاط لم تحدد موعدا حتى النهاية. سجلوا أراكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة. لم يتضح اسم مرشحها أو حتى إذ معلومات جديدة تفسر الانفجار المروع الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري. هذه المعلومات المدعومة بدلائل علمية أطلقها الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حارث سليمان، وأتت بعد أن ظهرت الأربعاء الماضي أول صورة لنترات الأمونيوم قبل انفجارها وهي مخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وإلى جانبها ظهرت في الصورة حاوية للبضائع كما نشاهد هنا، إلا أنها مقفلة ولا أحد يدري ما الذي كان فيها. حارث سليمان أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن الأخطر من نترات الأمونيوم هو مادة البيكريك أسيد. لابد من الإشارة إلى أن موضوع الاستشارات لا يحتاج لنصاب ولا حتى للحصول على نصف زائد واحد من أصوات النواب، بل يفوز الحائز على أكبر نسبة من الأصوات وهو يكون المكلف بتشكيل الحكومة.